يما رحمة رحمة يما يما قومي شفيج يما في يما 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 بسم الله الرحمن الرحيم يما يما قومي الو يما انت وين يما تعالي بسرعة امي طايحة بالصالة ما ادري ايش فيها لا تأخر يما يما الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الله يسلمك. ترى لا تحاتي ماكو شيء، هو شوية هبوط وأنا سألت الدكتور قبل شوي، قال لي فيك فقر دمي بسيط، وإن شاء الله تطلعين اليوم ماكو شيء يعني. إن شاء الله. أجر وعافية يا غالية، ما عليك شر إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا أمي. الله يسلمك حبيبتي. يما عشاني إذا تحبيني ديري بالك على نفسك. ترى والله البيت مو حلو بدونك. إن شاء الله أمي. نادي أختي. نادي يا بعد عمري. خطاك السوء الله يسلمك خطاك اللاش ايش قال الدكتور لا لا ما لا تحاتي يبا ما فيها شيء انا سالت الدكتور قال شويه فيها فقر دم لا وان شاء الله تطلع اليوم قال لي ترى راح تطلع بعد شوي ان شاء الله اي اي هذا ان شاء الله يا خالتي ما تبين ان شاء الله ان شاء الله يعطيك العافيه يا خالتي الله يعافيك نادي يا بعد عمري ليش ما تهتمين بصحتك؟ ترى ألزم ما عليك صحتك ما يصير اللي قاعد تسوينه. إي والله وهي والله وهي صادقة. ترى يعني كلنا راح نفقد جيبة قاعد تدلع ماكو شيء. إي والله شو قاعد تعرف فين؟ كلمتك أنا؟ إيش تبي؟ شنو إيش تبي؟ ليش لاحقني؟ ليه متى إحنا كذي؟ للأبد يعني إيش بيتغير؟ بس إحنا أهل. من زمان إحنا أهل مو تونا. بعدين ما عاد يعني رجال انا قاعد اكلمك طالعيني ايش تبي؟ ليه متى احنا كذي؟ قلت لك للابد تستر اللي قاعد نسويه قاعد يكهرب اهلنا انت اللي سويته ما يسوي الواحد عاقل انا اسف لان اعتذرت لك من ورا قلبي بس انت تستاهلين اللي اعتذر لك. فكري بكلامي هذا. احنا لازم نفتح صفحه جديده.